للمرة الأولى في القاهرة، مؤسسة ضخمة تحارب فيروس العين، مؤسسة الكبد المصري للقضاء على فيروس سي. افتتاح كبير سبقه طموح بدأ شخصي لطبيب تنبأ بانتشار فيروس سي في مصر منذ أكثر من 20 عام. أنا كمتخصص في الكبد أستاذ جامعة حسيت وشفت أنه في وباء موجود ومتنامي، هو وباء أمراض الكبد من البداية من أوائل التسعينات. فأنا ومجموعة من الزملاء أطباء وغير أطباء عملنا جمعية لرعاية مرضى الكبد غير القادرين، لأن احنا كنا بنشوف مرضى كتير جدا معظمهم ما بيقدرش يجيب العلاج، ومعظمهم ما بيقدرش على تكاليف الفحوصات. احنا عندنا مستشفى رئيسي في مستشفى الكبد في شربين، ده لوحده بيتردد عليه 150,000 مريض سنويا، وفي المقر الرئيسي في المنصورة بيتردد عليه في اليوم أكثر من 100 مريض. افتتاح كبير لفرع المؤسسة رقم 22 على مستوى الجمهورية بهدف استقبال المرضى والفحص الشامل بالمجان لهم. مريض بيخش عندنا بيقطع كشف، بيخش العيادات الطبية، أول ما يخش العيادات الطبية يبتدي الدكتور يحدد حالته ويشخصها ويبتدي يطلب التحليل المطلوبة أو الأشعة المطلوبة كذلك. فلما بيجي المعمل، إحنا كان الهدف من إنشاء المعمل هنا إن إحنا ما نخليش المريض يعمل أي تحليل بره، عشان كده تم تجهيز المعمل بوحدات تحليل طبية كاملة ابتداء من أمراض الدم، مرورا بالكيمياء والهرمونات ودلالات الأورام، وانتهاء بالفيروسات وبرضو الكشف عن الفيروسات الكبدية، وانتهاء بوحدة PCR واللي هي الكشف عن الفيروس سي، مرورا بقى إنه بيبتدي يخش وحدة الأشعة، يتعمل له أشعة سونار، يتعمل له أشعة فيبروسكوب، بحيث ان المريض يدخل المكان يتلقى خدمة طبية على مستوى عالي جدا ويخرج من المكان مع علاج. مجهودات لمؤسسات مدنية وأفراد وشخصيات عامة تضافرت جميعها لتصبح مصر خالية من فيروس سي. النهاردة ان انت تفتح فرع في القاهرة ده ضروري، لانه فعلا في ناس كثيره في مصر ما تقدرش، في القاهره كمان تحديدا في ناس فعلا ما تقدرش تدفع ثمن العلاج. انت لو شفت الناس فرحتهم وهم بعد ما فقدوا الامل في الحياه، يعني اللي بيتقال له ان انت عندك فيروس سي وان انت خلاص يعني بتنتهي، وتشوف انت بعد كده لما تيجي تديله الامل في الحياه، لما تقول له بص انت كده انا عالجتك وانت دلوقتي ما بقتش عندك المرض ده خالص، كأنك اديت عمر جديد. احنا شعارنا ازاي نقضي على الفقر على الجهل على المرض، وده شعار بقى اكتر مؤسسة بتقوله دلوقتي. هنا بتبدأ، هنا بتمنع، هنا بتعمل وقاية. اهم حاجة في الحضارة اعمل طرق، اعمل مساكن، اعمل مشروعات، اهم حاجة فيها ايه؟ الانسان. خطوة جديدة على طريق المشروع القومي لمحاربة فيروس سي في مصر، والذي بدأ في سبتمبر عام 2015 إلى أن تصبح مصر بحق خالية من فيروس سي.